بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مليار مبروك لجماهير تشيلسي، تشيلسي بطل كاس العالم للانديه بعد الفوز على بالميراس العنيد جدا 2-1. كاي هافيرتز مجدي قفشه الغلابه بيسجل هدف الفوز لتشيلسي علشان خاطر تشيلسي يتوج ببطوله العالم للمره الاولى في تاريخه في مباراه كانت صعبه جدا، مباراه من المباريات القليله جدا اللي بشوف فيها توماس توخيل بيعك. كان في عك كتير جدا جوه الملعب النهارده. من البدايه للرجوع لل 3 4 2 1 تاني، للبدايه بكالم هوتسون ودوري ناحيه الشمال وقدامه كاي هافيرتز وموسم مونت اللي انت عارف ان هو مش جاهز بنسبه 100%، ولوكاكو قدامهم، ورا موسم مونت موجود سيزر اسبيليكويتا، في النص كوفاتيتش ونجولو كانتي، طبعا خط الظهر موجود فيه تياجو سيلفا في القلب، وموجود على يمينه كريستيانسن، وعلى شماله كان موجود انتينو ريديجر مع وجود لادوارد ميندي في حراسه المرمى. تشيلسي الموضوع ما كانش سهل جدا بالنسبه له، ان احنا عارفين الفتره الاخيره 3 4 2 1 معناها ان تشيلسي هيواجه مشاكل في الشكل الهجومي، تشيلسي هيعاني هجوميا، تشيلسي بيلعب قدام فرقه منظمه جدا زي بالميراس، فرقه بتعرف تدافع كويس، ودي نادرا لما تلاقي فرقه برازيليه بتعرف تدافع كويس، بس الامانه بيعرفوا يدافعوا كويس، وعندهم مدرب محترم جدا محافظهم ال 5 4 1 كويس جدا، وهو قبل فريرا، يعني بيعرف يوقفهم في الحاله الدفاعيه كويس جدا، كانوا خطرين جدا على تشيلسي في الهجمات المرتده، بس تشيلسي قدر ان هو يغير ال 3 4 2 1 دي في الملعب كتير، لان تشيلسي زي ما احنا ما قلنا عنده مشكله في ال 3 4 2 1 ان هو الفعاليه الهجوميه بتاعته بتكون ضايعه. لوكاكو سجل هدف جميل جدا بعد عرضيه من كالم هوتسون اودوي، قلنا ان الماتش هيفتح، بس للاسف الشديد الشوط الثاني اول ما بدا لقينا ان في ضربه جزاء على تشيلسي، الكره جت في ايد تياجو سيلفا، لان رافائيل فيجا سجلها في مرمى ادوارد ميندي، والماتش رجع تاني متعادل 1-1، والماتش رجع تاني متقارب، ولقينا توماس توخيل بيقرر ان هو يبدا التغييرات بتاعته. طبعا كان في اول تغييره اللي هي كريستيان بوليسيتش مكان موسم مونت، وبصراحه استغربت ليه كريستيان بوليسيتش، ممكن تغيرها ل 3-4-2-1 انت بتغير 3-4-2-1 ل 3-4-1-2 وتلعب باثنين فراوده اللي هو كريستيان بوليسيتش، وقدامه او جنبه هيلعب لوكاكو، وتحتيهم مفترض كاي هافيرتز. طب الشكل الهجومي ده برضو جربته كتير ومع ذلك ما نتجش عنه اي خطوره، انت بتجرب حاجات وافكار فشلت معاك، مع ان كان واضح ان الموضوع بيقول لك ان حكيم زياش يرجع يلعب مكان موسم مونتو، وتحاول انت تقريبا 4-3-3، وهو عمل كده على فكره، هو عمل كده بس نزل ساول نوجيز مكان كالم هوتسون أودوي، وحط روديجر ناحيه الشمال، حط روديجر باك، وكمل بكريستيانسن وجنبه اسبيليكويتا، لا كمل بكريستيانسن وتياجو سيلفا، وعلى يمينهم كان موجود اسبيليكويتا، وفي نص الملعب لقينا ان كوفاتيتش موجود معاه، نجولو كانتي موجود معاهم، ساول نوجيز، وكان قدامهم بنلاقي ان الثلاثي الهجومي المكون من لوكاكو، لا وطلع لوكاكو ونزل تيمو فيرنر علشان يبقى تيمو فيرنر وكاي هافيرتز، والتالت بتاعهم كان كريستيان بوليسيتش. هل ال 4 3 3 دي برضه فرقت معاك اي حاجه؟ قلت لك برضه الحل كله كان في حكيم زياش ناحيه اليمين، بس انت مع ذلك كنت قادر انك تروح، وكاي هافيرتز ما كانش موجود ولا كان حاضر خالص جوه الملعب، ولا تقول ان اللاعب ده هو اللي اله المباراه، هو مجدي قفشه بالظبط في ماتش الاهلي والزمالك بتاع القضيه، ممكن هو تايه ومش موجود وبيضيع فرص سهله، بس مع ذلك لما عزته لقيته، لما ضربه الجزاء حصلت في الاكسترا تايم لقيت ان هو اللعيب المتاح ان هو يصوب، هو اللعيب الاهدى، هو اللعيب المتماسك جدا، هو اللعيب اللي بيحط الكره بكل هدوء في الدقيقه 118 علشان تقعد تسقف لكاي هافيرتز على كل الهدوء اللي كان عنده والدنيا كلها مكهربه من حواليه، بس هو كان في عالم تاني، ويمكن دي من مميزات كاي هافيرتز ان هو لعيب بارد، لعيب بارد بيعرف يخلص اهداف في اوقات متكهربها بكل هدوء وكل برود. شفنا الهدف اللي هو جابه في مانشستر سيتي في نهائي دوري ابطال اوروبا كان بارد ازاي، وشفناه النهارده كان بارد ازاي في التعامل مع ضربه الجزاء. شفنا حكيم زياش نزل برده في الدقيقه 90 مكان ماتيو كوفاتيتش علشان نغير طريقه اللعب ل 4 4 2 ونقعد نغير في طرق لعب كتير، ومع ذلك شكلنا الهجومي كان عقيم وكان عندنا مشاكل، وملانج صار نزل مكان اندريس كريستيانسن علشان خاطر نلاقي ان ملانج صار بيلعب ناحيه الشمال كباك، ونلاقي روديجر رجع تاني كمساك مع تياجو سيلفا، ونقعد ندور على تشيلسي تكتيكيا بيعمل ايه، وهل ساول نوجيز من اللعيبه اللي ينفع تثق فيهم علشان يكونوا هم اول تغييراتك كمدير فني؟
بس كل الاسئله دي الاجابه بتاعتها راحت تماما بعد الهدف اللي سجله كايا فيرتز، وبعد الاحتفالات الكبيره والعظيمه جدا من تشيلسي اخيرا بقى بطل كاس العالم للانديه، لان احنا عارفين ان تشيلسي راح كاس العالم للانديه قبل كده وخسر في النهائي، انما المره دي تشيلسي اخيرا بطل كاس العالم للانديه. اتمنى ان كل الانتقادات اللي على توماس توخل تبدا تهدى، اتمنى توماس توخل نفسه يبدا يهدى، علشان انا نفسي توماس توخل يرجع تاني يدير ماتشات بطريقه كويسه، نفسي الاقي ان 3 4 2 1 رجعت تاني قوية جدا بوجود لعيب زي ريس جيمس، بوجود لعيب زي ماركوس الونسو اللي استغربته، ماركوس الونسو ما كانش موجود في دماغي خالص النهارده. حاجات غريبة يعني، مرة واحدة بتلاقي لعيب بيرجع ولاعيب بيبعد، ومرة واحدة بتلاقي ان زياش موجود وزياش مرة واحدة بتلاقي ان هو موجود على الدكة. ماركوس الونسو واحد من اهم العناصر عندك، بتلاقي الونسو رجع على الدكة تاني وبقاش في الحسبان تاني. اه انا عارف انك عايز تشارك كل اللعيبة، بس ده نهائي، وانت كتشيلسي محتاج انك ترجع الشخصية بتاعتك اللي بدأت ان هي تغيب شوية. اتمنى ان الفوز النهارده بكاس العالم للانديه يرجع تشيلسي قوي جدا كما نتمناه. تشيلسي غريمي اه، بس انا بحترمه وبحب ان هو يكون موفق، واحب ان هو يقدم كره جميله، لان بالنسبه لي تشيلسي وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي بيقدموا كره قدم من نوع اخر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فا رايك واحترمه، في الحالتين الف مليون مبروك لتشيلسي وكل محبين تشيلسي بالفوز بكاس العالم للانديه.